السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. معاكم يوسف ودي قناتي. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض شوية رز صيادية، حكاية زي المطاعم بالظبط. بإذن الله هيعجبكم جدا جدا، طريقته سهلة وبسيطة جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفة، جربوه بطريقتي وبإذن الله هيعجبكم زي المطاعم بالظبط. هعمل جنبيه سمك مقلي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والسمك بتاعي مقرمش وطعمه في منتهى الروعة والجمال. هنعمله مع بعض بتتبيله تحفه جدا، باذن الله هتعجبكم. تابعوا الفيديو معايا للاخر وان شاء الله هيعجبكم. قبل ما نبدا الفيديو بتاع النهارده، صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وحط لايك للفيديو وتعليق حلو كده ان طريقه السمك والرز الصياديه ده يكون عجبك. مستنيه تعليقاتكم بقى، ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقة التحضير. في البداية كده هنسمي بسم الله، وعندي كيلو من البلطي زي ما انتوا شايفين كده، ده سمك بلطي انا منضفاه كويس زي ما انتوا شايفين، والبطن كلها شايلها ومنضفاها كويس اهو. شلت اي شوائب فيه ونضفته كويس، وشلت الخياشيم وكل حاجة اللي فيه والاحشاء بتاعته نضفتها كويس. بعد كده نقعته في مية ومعلقة طحينة وليمون وملح، نقعته حوالي ربع ساعة كده علشان يشيل زفارة السمك. وبعد كده شطفته شطفة كويسة زي ما انتوا شايفين كده، شايفين شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هنركنه بقى على جنب ونشوف معانا التتبيلة بتاعتنا اللي احنا هنتبله فيها. بإذن الله تتبيلة تحفة جدا. أول حاجة عندي معلقة كبيرة من الثوم المهروس، وحطيت عليهم معلقة من هريسة الشطة زي ما انتوا شايفين. عندي بقى معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة، وكمان حطيت عليهم معلقة من البابريكا، ولو حابة تحطي معلقة شطة عادي مفيش مشكلة. بعد كده حطيت عليهم معلقة ملح، وحطيت كمان حوالي ربع كوباية من الخل، وعصير ليمونة ولا ليمونتين كده. كل ما تزود الليمون في السمك بيدي طعم حلو قوي جدا. زي ما انت شايفين كده عصرت الليمونة اهو بنفس الطريقة كده، وهقلب كل الكلام ده، التتبيلة دي اقلبها كويس زي ما انت شايفين. حابين تحط مكعب مرق الدجاج عادي مفيش مشكلة زي ما انتوا حابين، بس انا بصراحة مش هحط. وبعد كده ما خلطت التتبيلة كده بالشكل ده، هنجيب السمكية كده ونحشيها من البطن زي ما انت شايفين بنفس الطريقة، تحشي البطن كده من الداخل بالتتبيلة دي كده بنفس الطريقة كده. السمك بتاعك على حسب ما انت عايزة، على حسب كمية السمك. بعد كده بحط شوية على ظهر السمكة من برة برضو بنفس التتبيلة، بتدي طعم حلو كده في ظهر السمكاية. وهنفوض منها حوالي معلقة علشان نعمل منه الرز الصيادية. وهسيب بقى السمك بتاعي في التتبيلة حوالي نص ساعة زي ما انت شايفين كده، شايفين بسم الله ما شاء الله. حشيت السمك بتاعي واركنه على جنب على بال ما نعمل الرز الصيادية او الرز بالبصل زي رز المطاعم بالظبط. اول حاجة هنجيب الحلة، وحطيت فيها حوالي ربع كوباية من الزيت. وبعد كده عندي بصلتين كبار مقطعهم قطع صغيرة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب البصل بتاعي لحد ما ياخد اللون الغامق خالص، ياخد اللون البني زي كده بالظبط. اديله تقليبه كده، ايديا فيه شغاله على طول باستمرار زي ما انتوا شايفين. تمام كده، واول ما البصله بتاعتي بتاخد اللون الجميل ده، هبدي بقى طماطمايه بشراها بالمبشره، او لو عندك معلقه صلصه تقدري تحطي معلقه صلصه. بعد كده نزلت بالطماطمايه المبشوره على البصل زي ما انتوا شايفين. عندي معلقه من الكمون، حطيت كمان معلقه من البابريكا بتدي لون حلو في الرز يعني، وضفت عليهم معلقه من الكركم. وهقلب كل الكلام ده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقه. جربوا طريقتي في الرز الصياديه باذن الله هيعجبكم جدا جدا. بعد كده عندي بقى معلقه من الحشو بتاع السمك انا كنت مفوضاها، حطيت عليها على البصل كده بالشكل ده، وعندي كمان مكعب من مرقه الدجاج بيدي طعم حلو في الرز الصياديه. بعد كده خلطت الكل مع بعضه كده بنفس الطريقه، ونزلت عليهم بشويه من الميه. انت بقى عايزه بقى الرز على حسب كميه الرز بتاعك، تقدري تحطي نص كيلو او كيلو زي ما انت حابه. عندي بقى اول ما الميه بتاعتي بتغلي، عندي بقى نص كيلو من الرز غسلاه غسله كويسه زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بالرز اهو، هقلبه واديله تقليبه كده، وهنغطيه بقى حوالي ربع ساعه لحد ما يتشرب منه الميه بنفس الطريقه كده. هنا بسم الله ما شاء الله اتشرب منه الميه اهو. عندي بقى فلفل الوان، تقدري تحطي، انا عندي فلفل احمر واخضر، عندك فلفل الوان تقدري تحطي زي ما انت حابه، بيدي قيمه غذائيه لاولادك، وبصراحه بيدي لون حلو كده في الرز الصيادية. وهنوطي النار عليه بقى لحد ما يستوي معانا حوالي ربع ساعة كده على نار هادية خالص.
زي ما انتوا شايفين كده ورجعت لكم. تعالوا بينا بقى نسمي بالله ونشوف الرز بتاعنا، نديله تقليبه كده. بسم الله ما شاء الله، الرز مفلفل وجميل زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين شكله عامل ازاي وريحته تحفه جدا. شايفين الرزيه مفلفله وطعمه كان في منتهى الروعه والجمال. والله يا بنات جربوه. بينا بقى نحمر السمك مع بعض. عندي حوالي كوبايه كبيره من الدقيق، زي ما انتوا شايفين كده، نزلت عليهم بمعلقتين كبار من النشا او الكورن فلاور. النشا بيدي قرمشه للسمك كده من بره، ده الكفر اللي احنا نعمل بيه السمك. بعد كده حطيت عليهم معلقه من الكمون ومعلقه من الكركم ومعلقه كمان من البابريكا، واقلب كله مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هديله تقليبه كده، ده الكفر اللي احنا هنستخدمه في السمك. عندي بقى السمك بتاعي بعد ما اخد في التتبيله كده وقعدته حوالي ساعه كمان أو كل ما تسيبيه في التتبيلة كل ما يديكي طعم في منتهى الروعة والجمال. بينا بقى نعفره في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، نعمل السمك بتاعنا في الدقيق كده، ده الكفر بتاعه، نعمله كفر. واحنا في الوقت ده بنكون مولعين البوتاجاز بتاعنا على طاسة فيها شوية من الزيت، تمام كده. بنعمل السمك كده بنفس الطريقة كده، تضغطي على ظهر السمكية لحد ما تتشرب الدقيق فيها كده بنفس الطريقة. بينا بقى على البوتاجاز، احنا عملنا السمك اهو في الدقيق، نروح بقى على البوتاجاز عند الطاسة وحطيت فيها شوية من الزيت. واول ما الزيت بتاعي بيسخن ببدأ انزل بالسمك بتاعنا بالشكل ده كده، وبعد كده بعمله بقى على نار عالية، واول ما ياخد لون من تحت بنقلبه على الجنب التاني، اول ما ياخد اللون الذهبي الجميل كده، تمام كده. هو اخد اللون اهو، هنقلبه على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين السمك بتاعي عامل ازاي. عايزه اقول لكم والله ريحته في منتهى الروعه والجمال، الخلطه تحفه جدا، خلطه السمك دي. جربوه يا بنات وباذن الله هيعجبكم جدا جدا. واول ما السمك بتاعي ما يستوي معانا نطلع بقى على الطبق التقديم ونقدمه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، شايفين السمك عامل ازاي، مقرمش وفي منتهى الروعه والجمال. هنحمره مع بعض بنفس الطريقه كده، الكميه بقى اللي انت حابه تزودي في كميه السمك براحتك خالص. زي ما انت شايفين عملت جنبيه طبق سلطه وشويه رز، بسم الله ما شاء الله حكايه. جربيه يا بنات وباذن الله هيعجبكم جدا جدا. شايفين الرز عامل ازاي، شايفين شكله حلو جدا اهو. فرحي ولادك بقى وقدميهم بالشكل ده كده، والسمك بتاعنا اهو كده. الفيديو بتاعنا خلاص خلص، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش حبايب قلبي تحطوا لي لايك واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وكمان مستنيه تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني جدا جدا. ما تحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الجميل ولاكم بالمثل. استنوا الفيديوهات الجايه باذن الله، اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.